guy. ايه ده؟ Best seats in the house. ازيكم؟ قاعدين مستريحين؟ ازيكم؟ كويس. اوكي. هنكمل بقى الكوميديان اللي جاي ده ساعدني نعمل برودكشن للعرض ده. واحد صاحبي جدا بتشوفوه في After Eight كل شهر بيعمل كوميدي وشفتوه في night, Live Night 6. Please welcome Mozava. مساء الخير يا جماعة. لا مساء الخير يا جماعة. في كل مرحلة من حياة كل واحد فينا بيبقى عنده حلم. يعني ممكن يبقى عنده حلم مثلا ان هو يشتري شقة، انه لا قدر الله يتجوز، اي حلم من الاحلام. وانا عندي 12 سنة كان حلم حياتي ان انا يبقى عندي جزمة نايك اير جوردن. والله. بس المشكلة ان هي كانت غالية جدا اياميها، فما كنتش بجرؤ ان انا اطلبها من ابويا. لغاية في مرة، انا ابويا اصله راجل كثير الاصفار، يعني لف الدنيا كلها، فكان في رحلة عمل مهمة جدا لبورسعيد وبيكلمنا. طبعا اياميها ما كانش فيه موبايلات، كان فيه الترنك. فاكرين الترنك؟ ايه ده ترنك، رد بسرعة، ده ترنك، ولازم كلنا نزعق في الترنك. ما ينفعش حد الو ازيك انت في اسكندرية، لا 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 الو انت في اسكندرية؟ لسه مالك في اسكندرية؟ والله. فبيكلمني مصطفى عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا بابا. طبعا لازم ابعد السماعة قوي انا بتكلم معاه. مش عايز اي حاجة من بورسعيد. بابا والنبي بابا، نفسي في جزمة نايك اير جوردن. دي بكام دي يا مصطفى؟ 350 جنيه. الو اسمها ايه يا حبيبي؟ الو. ورجع جايب لي شوية كومبوت، اشهر حاجة بتتجاب من بورسعيد اياميها. بعد حوالي 12 سنة كنت انا مسافر في رحلة عمل في ايرلندا وبكلمه، بس انا بكلمه من الموبايل، بس هو برضو بيزعق انني بكلمه من الترنج. مصطفى اخبار ايرلندا ايه يا حبيبي؟ تمام بابا. حضرتك مش عايز حاجة؟ مصطفى معلش، ده والقلب بتاعي بس مش لاقي هنا في مصر، ممكن تجيبهولي؟ ده بكام ده يا بابا؟ ده بمية يورو. الو بابا اسمه ايه؟ في هنا كام حد متجوزين؟ المتجوزين هنا فين؟ هايل. طيب المخطوبين؟ طب المصاحبين؟ لا قوموا روحوا بقى يا جماعه. الجوك دي انا لازم مش هتفهموها كده. خدوها قاعده ثابته، اوعى تخش في جدال مع واحده ست لانك هتخسر. سقفوا. اوعى. احسن حل تعمله ان انت تحاول تقلل فتره المناقشه على قد ما تقدر، وده هتعمله بطريقه ظريفه جدا، ان انت تقف في صفها ضدك. يعني تلاقي جايه لك، بص بقى انا خلاص زهقت، كل حاجه ثغل ثغل ثغل، نفسي اروح السيما. انا حيوان على فكره، انا حيوان. يعني ايه مفيش وقت الاستيمة؟ يعني ايه؟ تاني حاجه، لو انت في شغلك مطحون ومعجون ولقيتها بتكلمك عشان حاجه مهمه ليها بس، طبعا فانت تليفونات وين فاكر هيتكلمك؟ الو هاي مصطفى، تعالى شوف حل في المصيبه دي. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ البوبي عمل بيبي على السجاده الجديده. الإجابة المنطقية، أنا مالي، أنا في الشغل. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إن أنت تقول لها، نهار أبوه أسود، ما أصله ابن كلب غبي. لازم تبقى منفعل جدا، نهار أبوه أسود، اديهولي على التليفون أكلمه، يلا. سيداتي أنساتي، أرجوكم رحبوا براني خليل. Can you guys hear me? There we go. How's everyone doing?
Guys, it is so good to be here tonight. الحمد لله أنا جيت النهاردة. I wanted to come back to Egypt and sort of give an opportunity for young comedians to perform in front of you guys. الدنيا حر قوي النهاردة هو ما بيعرفش عربي. So, without further ado, we have four comedians. It's the first time they've ever been on stage. كان نفسي بابا وماما ييجوا بس ما يدروش. And then we have some veteran comedians who have only been on for a few times, but are still fantastic. أنا بكره كوبري 6 أكتوبر. أنت عارف إن أنا بتكلم عربي. كم جد؟ آه. أوكي، سوري. أوكي.